لافروف يقول إن تركيا تعدت الخط الأحمر بإسقاطها المقاتلة الروسية، والمعلم يؤكد وقوع الحادث داخل الأجواء السورية. تلميح فرنسي بإمكانية مشاركة قوات النظام السوري لمحاربة داعش، والكرملين يقول إن الغرب غير مستعد للمشاركة في ائتلاف مع روسيا. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية. الرابعة في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم. ما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تركيا قد تعدت الخط الأحمر بإسقاطها الطائرة العسكرية الروسية، ومحذرا بأن ذلك من شأنه تقويض العلاقات. ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري وليد المعلم في العاصمة الروسية موسكو. وأضاف لافروف أن روسيا قررت تعليق العمل بإعفاء التأشيرات لدخول الأتراك اعتبارا من شهر يناير المقبل، وأكد كذلك أن روسيا تستمر في مساعدة سوريا على محاربة الإرهاب استجابة لطلب القيادة السورية ومساندة جهود إطلاق عملية ديمقراطية عادلة يقرر السوريون خلالها مصير بلادهم بأنفسهم. من جانبه أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن تركيا أسقطت المقاتلة الروسية داخل أجواء بلاده. وأشار المعلم إلى أن النفط الذي يسرقه تنظيم داعش من سوريا والعراق يتم بيعه عبر موانئ تركيا. حادث الطائرة الحربية الروسية والعدوان التركي بإسقاطها، هذا عدوان موصوف على السيادة السورية، لأن الطائرة أصيبت في ضمن المجال الجوي السوري، وأتحدى تركيا أن تقدم دليلا غير ذلك. В первую очередь отвечаю на вопрос, касающийся инцидента с российским самолетом. Этот акт агрессии является вызовом суверенитету Сирии, так как самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве, и Турция до сих пор не смогла предоставить внятных доказательств, касающихся этого инцидента. نحن عانينا خمس سنوات من العدوان التركي على سوريا، ومن أطماع أردوغان بشمال سوريا، ومن دعمه المتواصل لتنظيمات داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة. من جانبه أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع رئيس الفرنسي فرانسوا أولوند غير مقبولة، مشددا على أن تركيا لم تتعمد إسقاط طائرة روسية. وأشار أردوغان إلى أن لدى الولايات المتحدة أدلة موثقة على أن شركات روسية وداعش تبعان النفط للنظام السوري. وأضاف أردوغان أنه قد يجتمع مع بوتين في قمة المناخ بباريس نهاية الشهر الجاري. وكان الكرملين قد أعلن أن أردوغان طلب عقد اجتماع مع بوتين على هامش القمة. وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. سيد بشير، يعني تصريحات وزير الخارجية السوري بتأكيدها على أن الطائرة الروسية كانت داخل الأجواء السورية ما يدين تركيا بشكل واضح من قبل الطرفين، تأثير ذلك على خلفية هذه الأزمة على العلاقات فيما بين روسيا وتركيا؟ هناك روايتان متناقضتان، كل التناقض ما بين روسيا وتركيا بشأن حادث القاذفة سخوي 24، ولكن أيا كان الأمر السخوي قد أسقطت بالفعل من قبل مقاتلات F-16 تركية. السؤال الآن ماذا بعد؟ أعتقد أنه كل من تركيا وروسيا غير راغبتين في التصعيد عسكريا في مواجهة بعضهما البعض.
وذلك بسبب ثقة الدولتين عسكريا، إضافة إلى أن الشرق الأوسط لن يحتمل مواجهة ثانية، وروسيا لا يمكن أن تخوض حربين متزامنتين في نفس التوقيت، لا سيما وأنها تعلم أن تركيا دولة ليست ضعيفة، إضافة إلى أنها عضو في الناتو. ومن ثم لجأت روسيا إلى إجراءات عقابية وانتقامية أخرى من تركيا لا تقل وطأة بالمناسبة عن المواجهة العسكرية. يعني اعتماد تركيا بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين باعتبار أن تركيا دولة صناعية لكنها لا تنتج مصادر الطاقة، هذا أمر سيكون موجعا للغاية إذا ما راجعت روسيا صادرات الطاقة لتركيا. ثانيا، منع السياح الروس من الذهاب إلى تركيا، تعطيل حركة الاقتصاد والتعاون التجاري ما بين البلدين بمستوى معين، إضافة إلى تصعيد روسيا داخل سوريا، لأن المواجهة ما بين الدولتين كانت في سوريا، والانتقام على حادث الطائرة سيكون أيضا على المسرح السوري. نعم. وهذا إلى حجليا في استجلاب روسيا لمنظومة صواريخ S-400، وتوعد روسيا بأن أي طائرة تركية ستخترق الأجواء السورية سوف يتم إسقاطها فورا، ما يعني أن هناك إجراءات بالفعل ستلجأ إليها روسيا من دون مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا. لكن يعني ربما هذا الطرح هو فيما يتعلق باحتياج تركيا إلى الغاز تحديدا، يعني في رأيك هذا يفسر حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقاء رئيس فلاديمير بوتين، وحتى طلب عقد لقاء على هامش قمة المناخ التي ستعقد في باريس كفرصة للقاء يجمع بينهما؟ يعني يجب أن نشير إلى أن روسيا ستكون حذرة للغاية في تجميد مشاريع تجارية واقتصادية مع روسيا مع تركيا، لأن روسيا تعاني من عقوبات فرضها عليها الغرب بعد حادثة أو أزمة أوكرانيا. أيضا الاقتصاد الروسي بحاجة إلى التعافي، ومن ثم هناك مصالح متبادلة وفوائد متبادلة بين روسيا وتركيا جراء هذا التعاون الاقتصادي والتجاري، ومن ثم سوف تتريث روسيا كثيرا ولن ترفع كثيرا من مستوى تقف تجميد المشاريع التجارية. لكن هناك مشكلة حقيقية، روسيا تعلم جيدا أن تركيا ما أقدمت على إسقاط الطائرة إلا بوازع أمريكي صرف، لأن الأجواء التركية اخترقت أكثر من 13 مرة من قبل المقاتلات والقاذفات الروسية، وكانت تركيا تكتفي بالتحذير فقط. هذه المرة يبدو أن الولايات المتحدة والناتو يريدون أن يعني يستدرجوا روسيا إلى حرب استنزاف داخل سوريا عن طريق تركيا، ويبدو أن تركيا ستتلقى المكافأة على إسقاط الطائرة في السماح لها بإقامة المنطقة الآمنة التي كانت تلح عليها منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، ولم يكن المجتمع الدولي يتقبل هذا الأمر. ومن ثم أتصور أن روسيا بحاجة إلى حوار مع أمريكا أكثر من الحوار مع تركيا. أشكرك سيد بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي. بدأت موسكو اتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها نشر منظومة الصواريخ S-400 في قاعدة حميميم السورية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المنظومة الصاروخية بدأت مهامها القتالية في تغطية العمليات الجوية الروسية في سوريا. رغم الدعوات الدولية للتهدئة، ما زالت تداعيات حادث إسقاط تركيا لمقاتلة روسية على الحدود السورية تتوالى، حيث أعلنت موسكو نشر منظومتها الدفاعية المتقدمة S-400 في سوريا. وزارة الدفاع الروسية تقول إن منظومة الدفاع الصاروخي التي تعد من أحدث الأنظمة الدفاعية المتطورة في العالم تم نشرها في قاعدة حميميم السورية وجاهزة للقيام بمهامها القتالية. بما يتوافق مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فقد وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية بسوريا صواريخ S-400 وبدأت مهامها القتالية في تغطية المنطقة. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أيضا أن منظومة S-400 ستقوم بمشاركة منظومة فورت للطراد الصاروخي موسكو الذي قد وصل إلى السواحل السورية، وذلك لتأمين مهام القوات الجوية في سوريا. نشر المنظومة الصاروخية الروسية يأتي في إطار تدابير أخرى اتخذتها موسكو ضد تركيا، ومنها قطع جميع العلاقات العسكرية مع أنقرة، فضلا عن سحب ممثل الأسطول الحربي الروسي من تركيا
والذي كان يقوم بمهام تنسيق عمل أسطول البحر الأسود مع البحرية التركية. إسقاط المقاتلات التركية للطائرة الروسية سوخوي يعد أحد أخطر مواجهة مباشرة بين دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي الناتو وروسيا منذ نحو نصف قرن، هذا بالإضافة إلى أنها فاقمت من تعقيدات الجهود الدولية الرامية للقضاء على تنظيم داعش في سوريا. اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين تركمان في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. تأتي هذه الاشتباكات بعدما تمكن الجيش السوري من السيطرة على أجزاء من جبل الزاهية في ريف اللاذقية. بلدة مهين نقطة ارتكاز داعش في الريف الشرقي لمدينة حمص، أضحت عنوانا للانكسار المهين الذي مني به هذا التنظيم بعد ساعات قليلة من هجوم الجيش السوري والقوات الرديفة له. هجوم أعاد به الجيش سيطرته على مساحات كبيرة من الأرض مع إمكان تحكمه بمفاصل وممرات هامة في منطقة هي واسطة العقد في الجغرافيا السورية. تحرير مهين الآن هي عبارة أمان للطريق، ضرب للإرهاب، إنهاء هذه المسألة في تلك المنطقة، والجيش تابع باتجاه الشرق باتجاه تحرير، لابد من تحرير مدينة القريتين التي خطفها الإرهاب منذ عدة أشهر، وأعتقد أنه سيكون في ذلك ضربة كبيرة لداعش في تلك المنطقة. خسارة داعش هذه تزامنت مع خسارة جبهة النصرة ومن معها لعشرات التلال والأودية في الريف الشمالي لمدينة اللاذقية على الحدود مع تركيا، هذه الحدود التي ربما تكون سببا في إشعال فتيل أزمة أكبر وأشد، خاصة بعد إسقاط تركيا لمقاتلة روسية فوق منطقة جبل التركمان. تقدم الجيش العربي السوري واستعادة مهين من مسلحي داعش إضافة إلى التلال الحاكمة الأساسية في المناطق المحيطة باللاذقية والقريبة من الحدود التركية مما أضعف مسلحي النصر وجيش الفتح المرتبطين بشكل او باخر بتركيا وداعش، جعل اردوغان يفقد السيطره على 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 زمام الامور وجعله مضطر للقيام بعمل ما، ولا اظن هذا العمل بدون التشاور مع حلفائه بحلف شمال الاطلسي، كما اني لا اظن ابدا ان روسيا سوف تسكت، وانا ارى الافق مفتوحا نحو مفاجات وتغيرات كثيره في القريب العاجل. اسقاط الطائرة الروسية لا يعد حدثا عابرا في أزمة عابرة، وهو بمعان كثيرة تطور هام في أزمة معقدة وفق مطلعين. الميدان السوري يشهد تحولات كبيرة وربما يكون سببا في تحولات أكبر وتتجاوز سوريا، وما أسقط تركيا لمقاتلة روسية في خضم هذا التجاذب إلا دليل على أن الوضع أضحى أمام مفترقات هامة وفارقة. لقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، دمشق. وللمزيد من المتابعة معي عبر الهاتف من موسكو الأستاذ فيتشلاف ماتوزوف الكاتب والمحلل السياسي. يعني سيد فيتشلاف بعد الترحيب بك، كيف ترى الموقف بين البلدين تركيا وروسيا، وكيف قرأت بداية المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية الروسي والسوري وما يلقيه من ظلال على المشهد المتأزم أصلا؟ طبعا هذا مؤتمر، زيارة وليد معلم إلى موسكو زيارة مهمة، خصوصا في هذه الظروف، ظروف سياسية لنحن نشاهد بعد إسقاط الطائرة الحربية الروسية في أجواء سوريا، والتعزيزات العسكرية الروسية واضحة تماما بعد هذا الحادث في سوريا، زرع الصواريخ C-400 زيادة عدد الطائرات الحربية حوالي 15 طائرة الإضافية أرسلت روسيا إلى سوريا لحماية الطائرات الكاذفة، وكل هذه التدابير واضح تماما مهمة بهذه المنطقة. وروسيا برأيي أنا سكرت أجواء سوريا من تدخل التركي، لا يمكن اليوم طائرات تركية أن يعبروا حدود السورية أبدا وإطلاقا، وهذا واضح تماما لأن الصواريخ مجموعة صاروخية C-400 قال أركان الحرب الروسي أن يسقط أي طائرات تتبين على شاشة رادار من الجانب التركي. هناك تعاون وتنسيق مع الطيران الأمريكي والفرنسي، ولكن هناك اتفاقات معينة وتنسيق موجود. نعم. أما تركيا التي استعملت هذا أسلوب
عنا عضو التحالف تحت رئاسة أمريكا، وما هذا يتوقع أن ضرب يجي من هذه الجهة. نعم. ضرب يجي إلى من هذه الجهة بسبب واحد، أن روسيا دمرت الكفيلة الشاحنات صاريج مع البترول المسروق من سوريا متوجه إلى تركيا. 1000 شاحنة بترول دمرت التيار الروسي. وكما يقال هناك تورط السلطات المسؤولين في تركيا لشراء. إذا سيد فيتشلاف، إسقاط الطائرة الروسية من قبل السلاح الجو التركي، هل هو مجرد عقاب على ما ذكرته الآن بتدمير صهاريج البترول المهربة، أم هناك غاية أخرى من وراء هذا الإسقاط من ناحية تركيا وستكون لها أثرها على الأرض عسكريا بالطبع؟ هناك تأثيرات عديدة لا شك، ولكن الغضب التركي أصبح أكثر من أي وقت مضى، لأن دمروا بيج بيزنس لابن أردوغان بلال، الذي كما يقال هو مسؤول عن بيع وشراء والبيع البترول الرخيص من سوريا إلى 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 الخارج. نعم. وهذا هو سبب الغضب، أن لا أعرف أين دور الأمريكي. دور الأمريكي لا شك موجود، ولأنه روسيا تبلغ القيادة الجوية الأمريكية في تركيا عن كل رحلات القاذفات والطائرات القاذفة. نعم. وأهداف ليضربها، ولا شك أن من أمريكان نقلوا هذه المعلومات عن رحلة طيارة روسية. نعم. وانتظروا وصوروا من جهاز التصوير الثابت على الأرض. نعم. طب سيد فيتشلاف، تحدثت عن الغضب التركي، ماذا عن سقف الغضب الروسي أو رد الفعل الروسي في هذه الأزمة وتأثيرها على أولا على العلاقات بين البلدين التجارية خاصة، وعلى المشهد الكلي خاصة في سوريا؟ اليوم كما تبين أن تركيا تتعرض للضغط من أمريكا، من حلفاء في حلف شمال الأطلسي، حتى يعادلوا علاقاتها مع روسيا. أنا لا أتصور أن بدون تطبيق 3 شروط وضعها أمام تركيا بوتين أن يمكن أي حوار مع أردوغان. أول طلب هذا يستأذن أمام روسيا على هذا الحادث. شيء ثاني، تعويضات مادية على خسارة. وشيء ثالث، هذا هو المنع أي أحداث مثل هذا، ومعاقبة هؤلاء الناس الذين دبروا وأسقطوا الطائرة الروسية. هذا شروط. نعم. أردوغان لا يطبق، وأنا لا أشاهد. نعم. الآن إمكانية لمعالجة علاقات بين روسيا. نعم. وتركيا. السيد، علاقات سياحية الآن يجري حديث أن سكر أجواء من أول كانون الثاني، يلغوا الزيارات بدون تأشيرات الدخول، يدخلوا تأشيرات الدخول، ويجري هناك حديث عن وقف العلاقات الاقتصادية. نعم. بناء المحطة النووية، وكذلك شراء الفواكه والحضر من تركيا. نعم. وأشياء كثيرة اليوم يناقشونها، ولا شك أن أهم ضربة سيكون الشركات التركية في روسيا التي لها المواقع مميزة، والآن يفقدوا هذه المواقف. أنا أثق أن 100%. نعم، وضحت الفكرة تماما. شكرا لك السيد فيتشلاف ماتوزوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أعلن الكرملين أن الدول الغربية غير مستعدة للعمل مع روسيا في ائتلاف موحد ضد تنظيم داعش الإرهابية. يأتي هذا بينما تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ببذل كل ما بوسعه لتدمير ما أسماه بجيش المتطرفين، بينما أعلن وزير الخارجية لوران فابيوس إمكانية الاستعانة بالقوات الحكومية السورية في محاربة تنظيم داعش الإرهابية، لكنه استبعد أي دور للأسد في هذه المرحلة.
مراسم تأبين شهدها قصر الأنافيلد العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس تكريما لضحايا اعتداءات 13 من نوفمبر الإرهابية التي راح ضحيتها 130 شخصا وأكثر من 350 مصابا والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان أعرب في الكلمة التي ألقاها خلال تلك المراسم عن خالص تعازي فرنسا لأسر الضحايا متعهدا بشأن حرب لا هوادة فيها على تنظيم داعش الإرهابي الذي حصد أرواح الفرنسيين في هجمات باريس. لا يمكن أن تنسى فرنسا هذا اليوم الذي تعرضت فيه لضربة جبانة بفعل من أفعال الحرب تم تنظيمه وتنفيذه من جانب زمرة من القتلة يتحركون باسم قضية مجنونة وإله يخذلون، لكن فرنسا ستواصل محاربة التطرف الذي يريد بناء نظام غير إنساني، ولن يتغير الفرنسيون أو يرضخوا للخوف والبغض والكراهية وسيظلون متحدين. وفي إطار الحرب على تنظيم داعش كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كشف عن إمكانية إشراك قوات الحكومة السورية في جهود مكافحة تنظيم داعش، ولكن في إطار انتقال سياسي لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد. هناك حزمتان من الإجراءات يجب توافرهما في الحرب على هذا التنظيم الإرهابي، وهما عمليات القصف والقوى المتواجدة على الأرض والتي لا يمكن أن تكون قواتنا، لأنه أمر سيكون غير ناجح كلية، بل يجب أن تكون من الجيش السوري الحر والقوى العربية السنية ولما لا من النظام السوري. وكان موقف فرنسا المعلن منذ فترة طويلة يقضي باستحالة التعاون مع القوات الحكومية السورية في محاربة تنظيم داعش حتى تتشكل حكومة وحدة وطنية. كما أن وزير خارجية الفرنسي أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من فرنسا وضع خريطة لأماكن تواجد الجماعات التي تحارب داعش في سوريا حتى لا تقصفها الطائرات الروسية. وللمتابعين انضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور سعيد، يعني تصريحات فرنسا واضحة بضرورة استبعاد الأسد في هذه المرحلة، إطار هذه التصريحات أمام الدعم الروسي المتواصل لوجود الأسد ولقدرته على مكافحة الإرهاب وفق ما أعلن وزير الخارجية الروسي. أعتقد أن فرنسا رغم كل شيء بعد جرت موقفها نسبيا، يعني عندما تبدو وكأنها على استعداد كما قال فووس للتعامل مع قوات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب، هذا التطور لأنها كانت قبلا ترفض هذا مثلما كانت ترفض الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد حادث باريس الدموي وبعد الاعتداءات وبعد سقوط الطائرة الحربية الروسية، يعني نشعر كما لو كنا في دنيا العلاقات الدولية نقف على رمال متحركة، فكان كنا نراه اليوم نرى عكسه غدا وهكذا. نعتقد بشكل أو بآخر منطقة الشرق الأوسط الكل يتكلم عنها والكل أجمع على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون البداية لأي حل والقضاء على داعش نهائيا وعودة العدل العالم، العالم يكون أكثر عدلا وأمنا وأمانا، لم يكون هذا إلا بالتعاون كما قال لافروف وزير خارجية روسيا، يكون التحالف دولي كبير جدا أكبر من التحالف الدولي أو الغربي الذي تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون التحالف دولي لمكافحة داعش والإرهاب رغم كل المسميات. لكن حتى مع هذا التلميح الفرنسي بمشاركة القوات الحكومية السورية والقوات العربية للحرب على داعش، هل يبقى مصير الأسد هو نقطة الخلاف التي يعني صعب أن يتم الحسم فيها في هذه المرحلة، أم أن خطورة الموقف واعتداءات باريس شاهد على ذلك يمكن أن تجعل التوصل إلى صيغة توافق ما حول مصير الأسد واردة؟ لا يمكن حل جميع المشاكل في ضربة واحدة، ولكن على الأقل لابد من القضاء على داعش ثم الحديث بعد ذلك لاحقا ما يتعلق ببشار الأسد، لكن لا يجب أن ننسى أن كلمة قالها لافروف وزير خارجية روسيا أن الشعب العربي السوري هو الذي جاء بشار الأسد، والشعب العربي السوري هو المنوط به أن يقول الأسد لا أو لا تكمل أو اذهب أو ارحل، لكن أن تفرض دولة كان ثم كانت إقليمية أو دولية نفسها على يعني حفظ رفعة الأسد أو بشار الأسد، أعتقد أن هذا سبق لأوانه، الأهم هو القضاء على داعش ذاك الوقت. أشكرك دكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام.
دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نواب حزب العمال المعارض إلى دعم خطته لضرب تنظيم داعش في سوريا. دعوة كاميرون تأتي في الوقت الذي يشهد حزب العمال البريطاني انقساما كبيرا بين أعضائه، حيث يرفض رئيس الحزب جريمي كوربن شن هذه الغارات بدعوى عدم جديتها، في حين يؤيد عدد من أعضاء الحزب خطة كاميرون. أفادت مراسلة النيل في الأراضي المحتلة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس. وكان فلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفار أدوميم بالضفة الغربية المحتلة. زعمت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها أطلقت النار عليه بعدما صدم بسيارته جنودا عند محطة للحافلات، ما أدى إلى إصابة 2 منهم بجروح طفيفة. وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة النيل ثروة شقرة. يعني ثروة، حدثتينا منذ قليل في خدمة إخبارية سابقة عن أن الوضع محتدم في ميدانيا والمواجهات مستمرة، ما هو الوضع لديك الآن؟ نعم، يعني سيارات الإسعاف لم تهدأ بنقل المصابين جراء المواجهات الدائرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تحديدا الخليل، بيت أمر، حيث يعني مكان الذي ولد فيه الشهيد الذي يعني قتلته قوات الاحتلال بعد أن قالت أنه دعس 5 جنود أو 6 جنود إسرائيليين، وأيضا شهيد الذي نفذ عملية كفار أدوميم حسب إدعاء الشرطة الإسرائيلية، وهي العملية التي تقول أنه دعس فيها جنديين إسرائيليين. المواجهات اليوم جاءت تلبية لنداء القوى والفصائل الفلسطينية التي دعت إلى جمعة غضب يعني احتراما لدماء الشهداء والمطالبة باسترداد جثمين الشهداء التي تحتجزهم إسرائيل. عدد الإصابات يزداد كل ساعة، يعني أكثر من الساعة التي قبلها، الآن وصلتنا إحصائيات وزارة الصحة أن هناك 3 إصابات خطيرة في صفوف المواطنين تحديدا في المواجهات الدائرة عند محيط سجن عنفر الاحتلالي جراء إطلاق الرصاص الحي في مناطق علوية من الجسم، وأيضا هناك إصابات متفرقة بعد أن يعني قامت قوات الاحتلال بتفريق المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز الكثيف، وهو غاز يعني جدير بالذكر أن هذا الغاز التي تستخدمه قوات الاحتلال غاز محرم دوليا، أيضا الرصاص المقاطي. نعم، ثروة شقرة مراسلة النيل كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك. لا تتوانى قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضرب البنية التحتية الفلسطينية في كافة المدن والمناطق لا سيما في قطاع غزة. ويعاني غزيون جراء الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي والزراعي وحتى قطاع الصيد. إسرائيل حاضرة في تفاصيل حياة الفلسطينيين بشكل سافر يزيد من تعقيداتها ويضاعف مآسي شعب يئن من ظلم الاحتلال. أمام نقاط المراقبة الإسرائيلية يحرث هذا المزارع الفلسطيني أرضه الحدودية دون أن يتأكد إن تمكن من زراعتها في المستقبل، فآليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت هذه الأراضي أكثر من مرة حارمة أصحابها من حصاد ما زرعوه. في المنطقة هاي في الشمأمن لا أي شيء يتحرك، لا على شجر لا حيوان لا إنسان، لا حتى التراكتور اللي كنت أشتغل عليه قبل شوي فكذا مرة أطلقوا علي النار وأنا ما كنتش أسمع صوت إطلاق النار غير الناس تنادى عليه من بعيد، وقبل هيك يعني قامت اليهود قاموا برش المبيد للأعشاب وحرقوا خضرة الناس في المنطقة هذه. حتى البحر لم يسلم من اعتداءات وقيود إسرائيل التي تحرم الصيادين الفلسطينيين من الدخول أكثر من 3 أميال بحرية، مسافة نادرا ما توجد بها الأسماك، ليضطر الصيادون إلى التقدم أكثر بحثا عن رزقهم فتكون لهم رصاصات الاحتلال بالمرصاد.
منذ بداية العام 1468 عملية إطلاق نار بمعدل من 5 إلى 6 مرات بشكل يومي، بالإضافة إلى اعتقال 43 صياد ومصادرة 14 قارب، تدمير أكثر من 28 قارب بشكل كلي وجزئي، بالإضافة إلى إصابة 29 صياد واستشهاد الصياد توفيق أبو ريالة. آخر العقوبات الإسرائيلية تمثلت في تعطيل إجراءات سفر المرضى للعلاج في الضفة الغربية أو القدس، لتصبح حياة المريض في انتظار تصريح إسرائيلي غالبا ما يتأخر. أنا بقالي هنا تقريبا أكثر من شهر وحالتي صعبة، يعني صعبة كثير، يعني حاولت إني أسافر كذا مرة وجينا رفض من اليهود من غير أسباب، ما بعرفش إيش السبب. قدمت أول مرة وبرضو رفضوني، وقدمت ثاني مرة وبرضو رفضوني، وأنا هنا يعني حالتي صعبة، وحالتي يعني إن ضليت هنا الله يعني مش يصير في رجلي يعني. تدخلات إسرائيل في حياة الفلسطينيين لا تحصى، محولة حياتهم إلى جحيم لا ينتهي سوى بانتهاء الاحتلال. عمر بشير للنيل قطاع. وفي هذه البانوراما الإخبارية، ولكن بعد أنباء الاقتصاد، الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على 92 شخصا من العائدين من بؤر التوتر وتعتقل 40 آخرين. يقول إن تركيا تعدت الخط الأحمر بإسقاطها المقاتلة الروسية، والمعلم يؤكد وقوع الحادث داخل الأجواء السورية. تلميح فرنسي بإمكانية مشاركة قوات النظام السوري في محاربة داعش، والكرملين يقول إن الغرب غير مستعد للمشاركة في ائتلاف مع روسيا. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس. والآن نتحول في بانوراما النيل لمتابعة أخبار المال والأعمال. نتحول إلى محمد سليمان، تفضل محمد. شكرا لك إيمان وأشكرك مي. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. البورصة المصرية تخسر 7.6 مليار جنيه في الأسبوع وتراجع جماعي لمؤشراتها. مرحبا بكم مجددا. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.6 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 415.5 مليار جنيه. وأشار التقرير الأسبوعي للسوق إلى انخفاض أحجام قيم التداولات لتصل إلى نحو 2.8 مليار جنيه. عقد وزير السياحة هشام زعزوق جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال بشأن دفع جهود الوزارتين في تنشيط الحركة بالمدن السياحية المصرية وفتح خطوط طيران جديدة لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وكشف الوزير عن خطة وزارة السياحة في الفترة الحالية، والتي تقوم على إطلاق مبادرات وحملات ترويجية لجذب السائحين
اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، والتركيز على منطقة أوروبا الشرقية ودول المغرب العربي والصين، بالإضافة إلى المنطقة الخليجية بالتزامن مع تنشيط السياحة الداخلية. هبطت الأسهم الصينية أكثر من 5% اليوم، مسجلة أكبر خسائرها اليومية منذ موجة الهبوط التي شهدتها في الصيف. يأتي هذا بعدما أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية هبطت 4.6% في أكتوبر عن مستواها قبل عام، مواصلة التراجع للشهر الخامس على التوالي. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الأرباح الصناعية انخفضت 2% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2014. بدأت روسيا في فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على تركيا على خلفية حادث الطائرة، حيث علقت عددا من المشروعات المشتركة وقيادة تحركات الطائرات التركية في المجال الجوي الروسي. من جانبه حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنقرة على التحقيق في الموقف بشأن عمليات تصدير النفط والتي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود التركية. كميات النفط التي تنقل من داخل الحدود السورية التي رصدناها كبيرة جدا، ولقد تم إخراج هذه الكميات من مناطق تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية في سوريا. طائراتنا رصدت سيارات نقل الوقود وهي تدخل إلى داخل الحدود التركية على مدار اليوم. من جانبه حذر وزير الزراعة التركي فاروق جليك من أن أي إجراءات تجارية تتخذها روسيا ردا على إسقاط تركيا طائرة حربية قرب الحدود السورية ستضر المزارعين الروس أكثر. وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لم تتلقى أي إخطار رسمي من موسكو بفرض حظر، مضيفا أنه من الخطأ السماح للتوترات بين روسيا وتركيا بالتأثير على العلاقات الزراعية والتجارية والاقتصادية. تأتي أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة للسياسة مع زميلتي إمام منصور ومي صالح. شكرا جزيلا لك محمد. قالت وزارة الداخلية التونسية إنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 من المتطرفين العائدين من سوريا والعراق وليبيا، واعتقلت 40 آخرين. كانت تونس قد كشفت هوية المهاجم الانتحاري الذي نفذ الهجوم على حافلة حرس الرئاسة، الذي قال أقاربه وجيرانه إنه اعتقل هذا العام للاشتباه في انتمائه لجماعات متطرفة قبل إطلاق سراحه. قصفت طائرات دول التحالف العربي صباح اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في تعز. استهدف القصف موقع الدفاع الجوي غرب تعز وحي الزنوج في الشمال والقصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة. ذكر المجلس العسكري بتعز أن معارك عنيفة وقعت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين. افتتحت في مالطا أعمال قمة دول الكومنولث بمشاركة قادة من 53 دولة، تتقدمهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وتهيمن على أعمال القمة قضية التغيرات المناخية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. في احتفالية كبرى بجزيرة مالطا افتتحت قمة الكومنولث والتي تخيم عليها قضايا التغير المناخي. قمة تأتي قبيل أيام قليلة من قمة المناخ المقررة في باريس نهاية الشهر الجاري. ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيسة الفخرية 18 لرابطة الكومنولث والتي تضم 53 دولة أشارت إلى قدرات دول الرابطة في مجال البيئة. يتعين على دول الكومنولث أن تقوم قيادتها باتخاذ تدابير ملموسة بشأن مجموعة من القضايا العالمية وعلى رأسها التغير المناخي.
وينص برنامج القمة التي تعقد مرة كل سنتين والتي ستعالج أيضا مسائل الهجرة والتطرف على عقد جلسة تخصص في الواقع لمسألة المناخ، على أن يصدر المشاركون في نهايتها بيانا مشتركا. آمل أن تخرج القمة بنتائج واقعية نظرا لأنها ستتطرق إلى قضايا تثير قلقا مباشرا مثل مسألة التغير المناخي والتطرف ومشكلة الهجرة. وتضم رابطة دول الكومنولث الموروثة من الإمبراطورية البريطانية السابقة ربع بلدان العالم وثلثي سكانه، ويعد 20 من أعضائها هم دول صغيرة من الجزر شديدة الحساسية حيال مسائل التغيرات المناخية. أما البلدان الأخرى كالهند وباكستان وأستراليا فهي في عداد كبرى الدول المسببة للتلوث، ولم تنل مقترحاتها حتى الآن الارتياح لدى منظمي مؤتمر المناخ. بانوراما النيل متواصلة ونتابع فيها أيضا بعد أخبار الرياضة. ختام مهرجان سينما الموبايل في القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة. اختتم المجلس الأعلى للثقافة فعاليات مهرجان سينما الموبايل لمناهضة العنف ضد المرأة في دورته الأولى. وخلال الاحتفال تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بعد انتهاء لجنة تحكيم المهرجان من عملها. في سابقة هي الأولى من نوعها شهد المجلس الأعلى للثقافة مهرجان سينما الموبايل لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من الشباب لتقديم أعمال فنية وسينمائية. مهرجان بيناهض العنف بأشكاله المختلفة ضد المرأة والتحرش اللي هو بقى يعني موجودة آفة في المجتمع، فبنحاول نوجد دور أو نوجد طريق لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة من خلال الموبايل اللي بقى في كل إيد أي شاب النهاردة، فبدل ما يحمل عليه أغاني وكده يعمل فيلم وياخد جايزة. فإحنا عندنا في المهرجان ده 7 جوائز، منهم 3 مادي، أول جايزة 10,000 جنيه، تاني جايزة 8,000 جنيه، ثالث جائزة 6,000 جنيه. يرجع اختيار فكرة مناهضة العنف ضد المرأة نظرا للدور الهام للمرأة المصرية في التاريخ، بالإضافة إلى دورها المتميز في النهضة السينمائية والمسرح والغناء. فكرة الفيلم بتتكلم على العنف النفسي أكتر، إن من كتير البنات بتتعرض لعمليات تحرش كتير، وبالتالي إن التحرش ده بيدفع البنات إن هم أصلا مش عارفين حتى يمشوا في الشارع كويس جدا. فبنت قررت انها تحول الجنس خالص وانها تبقى ولد. فكرة الفيلم بقى جاية من ان احنا حابين نثبت ان العنف ضد المرأة مش شرط يكون عنف جسدي، العنف المعنوي هو اللي بيكون بيترتب عليه العنف الجسدي بعد كده، يعني مثلا حالات التحرش، حالات الاغتصاب، هي في النهاية بتصب في نفس القالب. البداية كانت العنف المعنوي. كنا بنحاول ان احنا نهرب عن منظر التحرش والاضطهادات اللي بتشوفها المرأة وكده بحاجة مختلفة، ان احنا بنخليها ان هي خلاص يعني هي اوريدي خدت قرار في حياتها ان هي هتبقى ولد. وخلال المهرجان تم توزيع جوائز مادية وعينية على الأعمال المتميزة. لجنة التحكيم طالبت بضرورة عرض الأفلام المشاركة في المسابقة في كافة قصور الثقافة، خاصة أن أغلبها تميز بالشجاعة والجرأة في التناول مما يبشر بجيل جديد من السينمائيين. من مقر المجلس الأعلى للثقافة، أمل صبري، النيل. وفي ختام نشرتنا إليكم تذكيرا بأهم معنوينها. لافروف يقول إن تركيا تعدت الخط الأحمر بإسقاطها المقاتلة الروسية، والمعلم يؤكد وقوع الحادث داخل الأجواء السورية. تلميح فرنسي بإمكانية مشاركة قوات النظام السوري في محاربة داعش، والكرملين يقول إن الغرب غير مستعد للمشاركة في ائتلاف مع روسيا. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 6 إسرائيليين في عملية دهس. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. إلى اللقاء.